بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى في محاضرتنا، المحاضرة الخامسة إلكترونيا بإذن الله تعالى. طبعا ما زلنا في الفصل الثالث والذي يتحدث عن ضريبة الدخل. عندنا مثال: السيدة سناء تعمل مدرسة بوزارة التربية والتعليم، حيث تتقاضى راتب أساسي قدره 1764 شيكل بوينت 55 شهريا، كما وتحصل على علاوة عمل 30% شهريا من الراتب الأساسي، وتحصل أيضا على بدل مواصلات 88 شيكل شهريا. هنا المطلوب منكم حساب الضريبة المستحقة على سناء، علما بأن سناء متزوجة ولديها ولدان، والزوج هو الذي يعيل الأسرة. الزوج هو الذي يعيل الأسرة. طبعا عندي راتب أساسي 1764 شيكل بوينت 55 شيكل شهري، حنجمع له علاوة 30% من الراتب الأساسي، بتطلع عندي قيمة العلاوة لو ضربنا 30% مضروبة في 1764 شيكل بيطلع عندي 529 شيكل، وعندي أيضا شهريا بدل مواصلات 88 شيكل. بنيجي الآن بنقول إجمالي الدخل السنوي يساوي ألفين وتلاتمية واتنين وتمانين شيكل، هي عبارة عن 1764 زائد 529 زائد 88، بيطلع عندي 2382. لو ضربناهم ب12 شهر طبعا وقسمناهم على 3.5 بيطلع عندي 8167 دولار سنويا. حنطبق طوال طبعا الإعفاءات. عندي السيدة سناء تحصل على إعفاء مقيم، تحصل على إعفاء مقيم. قديش عندها إعفاء المقيم؟ 3000. طبعا هو قال لي سناء تعمل في مدرسة بوزارة التربية والتعليم، تتقاضى راتب أساسي قدره 1764 شيكل شهريا، تحصل على علاوة عمل 30% شهريا من الراتب الأساسي وبدل مواصلات 88. بده احسب الضريبة المستحقة على سناء، علما بأنها متزوجة ولديها ولدين، والزوج هو الذي يعيل الأسرة بطبيعة الحال فقط. حتحصل على إعفاء مقيم اللي هو 3000 دولار، مش حتحصل عندي على إعفاء الزوج. طيب حاجة أقول إجمالي الدخل عندي 8100، لو ضربنا على الآلة 167 دولار ناقص 3000، طبعا بيصفى عندي 5167. هان حنقول 5167،
هنيجي نقول الدخل الخاضع للضريبة 5167 ضرب 8% ضرب 8% بيطلع عندي 413 دولار، 413 دولار سنويا. لو قلت بدي اياه شهريا بنقسمه على 12 بيطلع عندي 34 دولار طبعا بالشهر. طبعا اعتقد الامور كده واضحة، اعتقد انه الامور واضحة، بيطلع عندي 413 دولار سنويا. طبعا بعد السؤال هذا كده بنيجي بنيجي نتكلم في جانب نظري التقدير الضريبي. التقدير الضريبي يقاس باستخدام الأساس النقدي. يبقى التقدير الضريبي يقاس عندي باستخدام الأساس النقدي. أيضا التقدير الضريبي يقاس يقيس كفاءة النظام الضريبي في كمية الضريبة التي يتم تحصيلها وليست الضريبة المفروضة. قديش أنا حصلت ضريبة، مش قديش أنا فرضت ضريبة، قديش أنا حصلت مبالغ ضريبية عندي، مش قديش أنا بس وضعت ضريبة أو فرضت ضريبة على المكلف، لا، قديش تم تحصيل عندي مبالغ ضريبية. ثلاثة، تختلف طرق تحصيلها من دولة لأخرى ومن مكلف إلى آخر وحسب الدخل الخاضع للضريبة. كيف يعني؟ الآن كل دولة إلها سياستها في تحصيل الضريبة وإلها طرقها في تحصيل الضريبة أيضا من مكلف إلى آخر. اليوم مش معقولة كل مكلف، طبعا طبيعة الحال يختلف عن الآخر، يعني لو كان عندي مثلا ضريبة سيارة تختلف عن ضريبة مثلا شركة، تختلف عن ضريبة مؤسسة، تختلف عن ضريبة مثلا أي عمل تجاري. كل عمل له خصوصيته وله طرقه في تحصيل الضريبة منه وله نسبته المعينة. طيب لو اجيت انا اتحدث عن طرق تحصيل الضريبة، طيب طرق تحصيل الضريبة حاجة مهمة جدا عندنا، يعني لو انا قلت لك اذكر طرق تحصيل الضريبة او اذكري طرق تحصيل الضريبة، اول طريقة عندي طريقة الدفع النقدي المباشر، دفع نقدي مباشرة، بيجي بدفع طبعا للادارة العامة ضريبة الدخل مباشرة دون اي شيء. الطريقة الثانية دفع السلفيات اللي بتم دفعها على اقساط، يعني انا مثلا باجي دفعت سلفية تحت الحساب كمان شهرين ثلاثة، كمان سلفية، كمان ثلاثة اشهر، كمان اربعة اشهر، كمان خمسة اشهر، في النهاية في نهاية السنة في 30/12 باجي برصد قديش عندي سلفيات مدفوعة بتم خصمها من الضريبة المقدرة في نهاية العام. نمرة ثلاثة من طرق تحصيل الضريبة طريقة خصم المصدر، وهي من الطرق الأساسية أيضا، أي خصم على فواتير، خصم طبعا من المنبع، أنا وردت لشركة، وردت لمؤسسة، وردت لقطاع خاص، وردت لقطاع حكومي، طبعا بيتم الخصم على الفاتورة، ممكن يتم من خلال بطبيعة الحال المؤسسة تقوم بخصم المبلغ وتورده للضريبة، أو أنا ممكن آجي كتاجر أو بائع أصدرت فاتورة بروح أنا بجيب خصم من الإدارة العامة لضريبة الدخل، بخصم على الفاتورة هاي وبوردها للقطاع بصفر، إنه أنا دافع في ضريبة الدخل المبلغ اللي اترتب علي. أو ممكن أن يتم أنا بآجي باخد استقطاع ضريبي مثلا لسنة أو لست شهور فاتورة صفرية، من ناحية انه باجي بادفع مقدم مبلغ وباخد شهادة من ضريبة الدخل موجهة لجميع القطاعات، انه وين انا ما بورد ما يخصمه علي، خلاص انا دافع مبلغ لضريبة الدخل مقدم، فبذلك بتم انه خلاص دفع مبلغ مقدم لضريبة الدخل، يعني
وين ما هو بورد ما بتمش خصم عليه بالمرة، بدفعوا له كامل مبلغه المستحق له. نمرة أربعة، طريقة الدفع عند تقديم الإقرار الضريبي أو التسوية النهائية. يعني كيف؟ يعني اليوم إحنا في بداية عام 2020 باجي بدي أقدم الإقرار الضريبي عن عام 2019، عديت الإقرار الضريبي في شهر واحد، قديش أنا مقر في الإقرار الضريبي بالضريبة اللي علي دفعتها؟ يبقى دفعت عند ما سلمت الإقرار، أنا مقر $1000 دفعت الألف، أنا مقر بـ2000 دفعت الـ2000. أو عند التسوية النهائية باجي في نهاية العام أو بداية العام الجديد، أنا بقول قديش أنا بدي من الضريبة في حسابها وقديش هي بدها مني، باجي بعمل تسوية بيني وبينها، بنرصد حساباتها طبعا، هل تبقى علي حاجة، بعمل تسوية وبأنهي مع الضريبة طبعا إيش في علي مبالغ. ابني يتكلم أولا الدفع النقد المباشر يتم دفعه من المكلف للخزينة العامة، يمكن أن يقسط المبلغ وفق ظروف معينة، يتحدد كل قسط وتاريخه، وعند التأخير بأي قسط تصبح جميع الأقساط مستحقة الدفع. يعني لما المكلف يتخلف عن دفع قسط وصلنا لنهاية الأقساط، طبعا بتكون جميع المبالغ المقسطة هي مبالغ مستحقة وجب على المكلف دفعها. طريقة دفع السلفيات للصعوبة، تلجأ الضريبة إلى تحصيل الضريبة خلال السنة وليس بعد الانتهاء، يعني كل شهر، كل ربع سنة، كل نص سنة، وفي النهاية بترصد له هذا المبلغ في نهاية العام. لاستخدام طريقة دفع السلفيات يتطلب تحديد التالي: أولا الأشخاص المكلفين بدفع السلفيات، طبعا فيها يتم تحديد قائمة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. اثنين، أساس تحديد قيمة الدفعات أو السلفيات، وفيها يستخدم سنة الأساس كمعيار لدخل المكلف. وإذا كان التقدير لأول مرة يمكن استخدام أي طريقة من الطريقتين. طيب، عدد الدفعات المطلوب دفعها وتواريخها المستحقة، وفيها يتم دفع الضرائب على دفعات، وممكن أن تصل إلى 10 دفعات خلال السنة للشخص الطبيعي و4 دفعات للشخص المعنوي. طرق الدفع، فيها يجب تحديد طرق التسديد والنموذج اللي أنا هستخدمه في طريقة التسديد. تغيير قيمة السلفة من زيادة أو نقصان وإعادة النظر فيها أو وقف العمل بها، وفيها يجب أن توضع تعليمات خاصة لتوضيح إجراءات زيادة أو نقصان أو وقف السلف في حالة تغير ظروف المكلف. علاقة السلفية بخصم المصدر وقيمة الضريبة المستحقة، وفيها يتم تحديد الضريبة الفعلية بعد انتهاء السنة الضريبية. بنيجي الطريقة الثالثة، طريقة خصم المصدر، وفيها يتم المصدر هو الذي يحدد الضريبة ويتولى الدفع، تعتبر دفعات تحت الحساب بالنسبة للمكلفين. هذه كل المبالغ اللي بدفعها خصم المصدر أو خصم المنبع هي في حسابه أو في رصيد المكلف في نهاية السنة بتم تسويتها. مميزات هذه الطريقة، تتميز بالسهولة في التحصيل، يتم خصم المصدر من إجمالي الدخل وليس من صافي الدخل من الإعفاءات. إذا كانت المبالغ المدفوعة في شكل عيني فإنه يتم خصم مبلغ القيمة السوقية للمزايا العينية. تعد طريقة خصم المصدر من الطرق الأكثر تنظيما. العناصر الرئيسية لطريقة التحصيل بواسطة خصم المصدر: تحديد الجهات الملزمة بخصم المصدر، طريقة حساب الضريبة المستحقة واستقطاعها، وفترة تحويل الضرائب المحصلة،
المستندات المطلوبة لعمل خصم المصدر. رابعا طريقة الدفع عند تقديم الإقرار والتسوية النهائية. طبعا خلينا هنتحدث أن هناك بعض التشريعات في الدول التي تسمح بإعطاء مهلة للمكلف لدفع الضريبة، وقد تصل هذه المهلة من عندي إلى 4 شهور. لا يسمح بإعطاء تمديد 6 شهور بعد نهاية العام، وفيها يتم الطلب من المكلف دفع النسبة الأكبر. طيب نيجي نتكلم أنه هذه الطريقة فيها مميزات. إيش من مميزاتها؟ طريقة مستخدمة بشكل كبير لكافة أنواع الدخول باستثناء الرواتب. يقوم المكلف بدفع الضريبة بشيك خلال الفترة المسموح بها للدفع. طيب لما يكون عندي متأخرات أو مستحقات ضريبية وبدنا تندفع بالتقسيط، أي دفع متأخرات الضريبة بالتقسيط، بنقول مرحلة الطعن وتبدأ خلافات بين المكلف ودائرة الضريبة على تقدير الضريبة أو الشك في بيانات أو البيانات المقدمة من المكلف. يواجه المكلف تعثر مالي أو نقص في السيولة وتحدث تراكمات ضريبية، وهذا يعمل على تسويات مع المكلف. إذا كان المكلف يستخدم أساس الاستحقاق، تلجأ الإدارة الضريبية إلى جدولة هذه الضريبة وتقسيطها على أقساط. نيجي نتكلم عن عيوبها. طبعا من عيوبها تخلق الكثير من المشاكل، يعني عندي مشاكل كثير من هذه الطريقة. طبعا هناك أمور واجب مراعاتها عند تحديد دائرة الضريبة دفع متأخرات الضريبة بالتقسيط. طبعا تقادم دخل ما خاضع للضريبة، يعني ممكن يكون عندي دخل خاضع للضريبة إلى فترة طويلة، يتم تحديد فترة مثلا من 3 إلى 5 سنوات حيث لا يستطيع مأمور الضريبة العودة إلى المطالبة بضريبة استحقت على دخل بعد مرور هذه الفترة. تقادم دين ضريبة الدخل، قد يصبح الدين متقادم بعد 5 سنوات، لكن بعض التشريعات لا تعترف بمدة التقادم، وأنا بقولكم لا يعترف بمدة التقادم. هذا مبلغ مستحق على المكلف ولازم يقوم بدفعه. تقادم عملية فحص الإقرار الضريبي للمكلف، يعتبر الإقرار نهائي بعد مرور من 2 إلى 3 سنوات ما لم يرد إشعار من مأمور الضريبة بأن هناك خطأ معين في الإقرار، وهذه نقطة مهمة جدا. 4 فترة إعادة فحص الملف الضريبي للمكلف، ياريت تنتبهوا عليها النقطة هذه كويس. الآن بدي أنا أعمل إعادة فحص ملف، بدي أنا مثلا اكتشفت إنه هذا المكلف هناك خطأ في سنوات ضريبية عليه، أو هناك عنده مصادر دخل لم يصرح عنها، أو هناك أعمال أخرى تم اكتشافها وأنا اكتشفتها، إيش حسوي؟ طبعا بدي أرجع له للسنوات اللي أنا حاسب عليها وسكرها عندي. للعلم القانون ما بيجيز لي أكثر من 4 سنوات أنا أرجع للمكلف، يعني لو أنا اكتشفت أنه عند المكلف مصادر أخرى من الدخل لم يصرح عنها، أنا بحق لي فقط أرجع ل4 سنوات. يعني إذا كان له 6 سنوات عنده مصادر دخل أخرى من 6 سنوات وأنا معيش علم، بحق ليش أرجع إلا 4 سنوات. لو كان له مثلا 1 أو 2 سنين برجع للسنة أو 2 سنين فقط. وضحت كده؟ وهذه نقطة مهمة جدا وسؤال مهم،
ويجب انه تركزوا فيه. بنيجي نتكلم عن موضوع من المواضيع الهامة ايضا والمهمة عنا، موضوع التخطيط الضريبي. موضوع التخطيط الضريبي هو محاولة تخفيض الضريبة والاستفادة من القوانين والتعليمات الضريبية عند التقدير الضريبي. التخطيط الضريبي عندي بطبيعة الحال يختلف من تشريع إلى آخر. التهرب الضريبي المحلي والدولي. مين نتكلم عن التهرب الضريبي المحلي؟ عملية مخالفة، طبعا هي عملية مخالفة بكل الطرق وبكل المعاني، مخالفة النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات والسياسات المالية بقصد عدم الدفع أو تقليص قيمة الضريبة. تهرب ضريبي كامل. الدولي هو استخدام المكلف لطرق احتيالية غير مشروعة لنقل جزء أو كل الأرباح والإيرادات إلى دولة أخرى. يبقى بطبيعة الحال التهرب الضريبي سواء كان محلي أو دولي فهو مخالفة قانونية غير مشروعة، مخالفة للقانون للقوانين والعرف والأنظمة والتعليمات والسياسات المالية بكل الطرق. الدولي بين دول، والمحلي طبعا عندي هو مخالفة داخلية بتكون. العوامل التي ساعدت على وجود التهرب الضريبي: وجود شركات متعددة الجنسيات، لجوء هذه الشركات إلى دول ذات نظام ضريبي متميز مثل دول الجنايات الضريبية، ويتم اختيار دولة وتسمى ملاذ ضريبي، يتم إنشاء شركة وسيطة في الدولة اللي هي الملاذ الضريبي، ويتم التحاسب الضريبي لفروع الشركة في هذه الدولة. التهرب الضريبي خلينا نقول هو مخالفة للقانون، يقوم على تقديم بيانات غير صحيحة أي بيانات مضللة لغرض التهرب من دفع الضريبة، وعقابها عقوبة مالية وعقوبة نظامية. لو قلت التجنب الضريبي، التجنب الضريبي وأيضا موضوع مهم عندنا جدا. التجنب الضريبي أو قلت لكم التخطيط الضريبي أو الاستراتيجيات الضريبية هي فكرة تقوم على أساس التجنب أو التخفيض من الضريبة المستحقة على المكلف بوسائل قانونية، أي هنا التجنب هو مشروع، مشروع وجود ثغرات في القانون يمكن أن يعتمد عليها المكلف بهدف تجنب من دفع الضريبة، مثل إعفاءات أو تنزيلات، يعني أمور ممكن ما تكونش واضحة لكن يبحث عنها المكلف ويعتمد عليها، يعني ممكن أنا ما أكونش ماخدها أو مش أنا مش ماخد فيها مع المكلف. ممكن محاسب ذكي طبعا عنده فطنة عنده دراية في القانون يجد بعض البنود يعتمد عليها بهدف تجنب دفع الضريبة أو تخفيض الضريبة، وهي طرق مشروعة وصحيحة لأنه اعتمد فيها على بنود من قانون ضريبة الدخل في الإعفاءات في المعالجات الطبية في التنزيلات وما شابه. خلينا نتحدث عن عناصر التخطيط الضريبي. تجنب دفع الضريبة طبعا بالقانون، قانونا الاستفادة من التنزيلات الممكنة واستخدام بنود تكلفة يتم استقطاعها بدلا من بنود لا تعد تكلفة مثل التمويل الخارجي بدلا من الداخلي. خلينا أقول تأجيل استحقاق الضريبة مما أمكن من خلال رفع قيمة التنزيلات.
محاولة الاستفادة من كل الآفات المقررة قانونياً، اختيار الشكل القانوني المناسب لمنشأة الأعمال، عملية التخطيط الضريبي عملية مستمرة تأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات الإدارية، أمثل على الاستراتيجيات الضريبية، المقارنة بين شراء الأصل أو استئجاره أو شراء بقروض، المقارنة بين البيع النقدي والتقسيط، تحديد سياسة توزيع الأرباح وحجز الاحتياطيات القانونية والاختيارية. بهذا إن شاء الله نستوقف هنا ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكون على موعد مع المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.